के सपने जब लेंगे उतारियां। هي أمه لجيبي. ألو، أهلين أختي، كيفك؟ كيف؟ ماشي، الله معك. لك على شو عم تضحكي ساتي؟ شو قالت لك أمه لجيبي؟ حبيبتي حماتي، طمني بالك على الأخير. بشو؟ أمه لجيبي قالت إنه ما عندها مشكلة ورح يعملوا الخطبة والعرس سوا. الحمد لله يا رب. الحمد لله يا رب. هلا أنا كنت بعرف إنك مجنونة، بس ما توقعت لدرجة يلي عملتيه اليوم. ليش قطعتي إصبعك هيك؟ ما كان في حل، لو إني ما قطعت إصبعي بوقتها كان جيبي هو اللي رح يلبسني الخاتم بدل ما أنت تلبسني إياه. طيب ماشي، بس ما كان في داعي تعملي هيك شي أبدا. مزبوط، لأني مجنونة وأكثر وحدة مجنونة بالعالم. طيب ليش؟ لأنه أنا مو بس بحبك حب عادي، أنا مجنونة فيك. مستعدة أقطع إصبعي كرمالك، وحتى مستعدة أقطع رقبتي. لا تحكي هيك حكي بلا طعمة، اتفقنا؟ قال شو بدها تقطع رقبتها؟ أها، يعني أنت خايف علي؟ أنت اشتقت لي ما هيك؟ مو اشتقت لك، اشتقت لك كتير يا سو. شو هذا الصوت اللي جنبك فاتح؟ لك الحكومة بدها ايانا نحافظ على المي، وانت تارك لي هالحنفية مفتوحة؟ الحكومة ما عندها فكرة انه تيجو نايمة برا. يا سو انت لازم ترتاحي هلأ. انا لازم اطلع قبل ما تيجو فيه. اوكي يلا روحي. لا فاتح، خلينا نحكي بس شوي كمان رجاءا. لك يا سو نحن صار لنا زمان عم نحكي. لو سمحت بس شوي. يا سو لو سمحتي بركي تيجو فائت. نحكي بكرة وقد ما بدك كمان منقعد سوا ومنحكي على راحتنا. أنت بس خدي كل أدويتك ولازم ترتاحي. يلا روحي نامي. نعم بدك نام. فاتح أنا ما رح أقدر إنه نام هلأ أبدا، لأنه أنا هلأ كتير 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 مبسوطة معك. تعرف شو؟ أنا كنت حاسة حالي مثل كأني ميتة من لما نحن بعدنا عن بعض، بس هلأ رجعتي الحياة. أنا رح دفعك تمن كل يوم كنت بعيد عني فيه، بس استنى. طيب ماشي، فيك تنتقمي. إمتى؟ قصدك هلأ؟ وليه وليه؟ أنت بتطلع كتير حلو وقت بتخجل على فكرة. يا سو، روحي نامي يلا. ماشي، ماني فاتح. شوفك بكرة، وجه لوجه. شو اتفقنا؟ طيب ايه ماشي، يعني بكره رح نلتقى بالمول صح؟ ورح نكون بعاد عن الكل. شو اتفقنا؟ خلص اتفقنا. تمام لكن اتفقنا، منلتقى على التنتين بعدين بدنا نروح نتمشى سوا. يعني على فكره ما ضل حكي لحتى نحكي بكره. تيجو رح تفيق. يلا باي. شوفك. يس 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 يس، كنت بعرف هالشي. انت بس لإلي، بس لإلي. براج ابني. نعم قلي. اتصل بالمحل وقل لهم بدنا الحلو يكون طيب. ماشي بس خلينا نروح على المول بكرة. أنا كتير مبسوطة اليوم إنه ياسو أخيراً لقيت شريك بجنة. جيبي وعيلته كتير ناس مناح فعلاً. ألف الحمد لله والشكر. مرت أخي ليش ما عم تاكلي؟ كلي
يلا صحتين. صباح الخير للكل. بنتي كيفك؟ كيف صارت إيدك؟ أنا صرت منيحة ماما. الحمد لله. رح أروح أجيب لك الأكل تبعك. ماشي. السما ما رح تضل حزينة هيك، أنا رح لونها بالسعادة والحب كرمالك. أنت اشتقتي لي من قلبك وهي أنا إجي. شو مدام تيجو؟ أنت عم تعملي هاي البارسة المميزة خصوصي لزوجك المميز صح؟ لأنه زوجي المميز بيشتغل وبيتعب كتير، لهيك يعني هو بيستاهلها. اروقي شوي مرت أخي، بكرة فاتح بياخد وش عليكي إذا حبيتي أكتر. عندي فكرة، إذا صار هيك شي خلي فاتح هو اللي يعمل البارسة، وإمتى ما فكر يطلبها مني رح أقول له نسيت كيف بيعملوها. خدي بنتي كلي يا قلبي. ياسمين أنا كتير مبسوطة لأنك أنتي مبسوطة، وإن شاء الله دائماً بتضلي هيك. كيف بدي قلك ليش أنا كتير مبسوطة هيك؟ هلأ شو ما صار رح يصير قدامكم، وإنتوا كلكم رح تضلوا ساكتين وما رح تقدروا تعملوا شي أبداً. خبرينا لنشوف، مضيت خطبة أختي؟ أي خالتي، مضيت على خير. لأنه رح تسأل أسئلة بلا طعمة، عادي. تيجو، وين البارسة تبعي؟ يلا جدي، أنا رح روح جيبها. ماشي. هالشي منيح كتير، بتمنى إنه ياسمين تكون مبسوطة ببيت حماها. بدك بالبطاطا ولا بالأرنبيط؟ أرنبيط. بس أنت ما بتحبها بالأرنبيط أبدا. أنا قصدي بالبطاطا. رح جيب لك. شو القصة يا ابني؟ شكلك كتير مبسوط، قلنا السبب. البارسة بالبطاطا. صدقتك يا فاتح. شكرا. شو القصة؟ يعني الكل قاعدين حواليك هلا؟ Thank you.
هاد بيكون المدرب تبعي. ما عم يهنيني بفطوري. متذكر بدنا نتغدى مع بعض؟ ايه رح كون بالأكاديمية. كنت عارفانة انك رح تنسى. ها؟ خبرتك زملائنا بالشغل عزمونا. انا اسف كتير نسيت. لكان رح اخذك من الجامعة. طيب خليني رد شوف شو بده مني. هذا الشيء اللي بيسموه إخلاص بالشغل تيجو. هالشي صح عمي، هو بينسى كل شي بيخطر ببالك كرمال الشغل حتى الأكل. وهذا الشي واضح. ايه ايه يا مدرب تفضل قلي. ايه أنا سمعت كل شي، سمعت كل شي فاتح. انت نسيت شو اتفقنا مبارح؟ انه نروح الظهر مع بعضنا وهلا رح تتغدى مع مرتك. لا بس اسمعيني شوي ياسمين، اذا ما كان بدك تشوفني اليوم نحن كنا اجلناها. بس ما توعدني على الفاضي. لا القصة ما لها هيك ابدا، انا بدي اشوفك وكتير مشتاق لك. معناها ولا تيجو مو جاي؟ يلا هلا. الا انه انت لازم تروح كرمال شغل مهم بشانديغار. أكيد رح خبر تيجو، بس مو هلأ، وثقي فيني رح خبرها. بتمنى ما تلغي خطتنا. لك أكيد لا، إيه رح نلتقى أكيد. اليوم بالمول الساعة 2 الظهر. صح؟ أوه قديسك حلو، بحبك فاتح. يا ربي لك أنا مو عارفانة شو لازم إنه أعمل هلأ، لازم نحن نقرب الوقت. أنا ما عاد قدراني استنى أكتر فاتح، أنا كتير متحمسة لحتى أشوفك أخيرا. حاسة إنه هلأ بدي أجي لعندك بس لحتى تشوفك عيوني. وأنا كمان. قلي لي كيف صارت إيدك يا سو؟ لساتا عم توجعك؟ ولا صارت أحسن؟ كانت عم توجعني بس هلأ تحسنت. أنا كتير مبسوطة هلأ بس لأنه بدي أشوفك. ماشي يلا بشوفك. أوكي باي. بشوفك. أختي شفتي منيح إنه اشترينا تياب كتير لياسمين، أكيد رح تحتاجهم. ياسمين وينك يا سو؟ يلا التاكسي تبعك وصلت. أها تاكسي تاكسي. بنتي لوين رايحة هلأ؟ جرحك لسه ما طاب. ايه بعرف امي، انا وجيبي اليوم رح نلتقى. بس جيبي بيعرف انك مو منيحة، ليش لحتى يطلعك لبرا؟ كان بنفسه اجا واخدك. ايه صح مرت خالي، جيبي اتصل فيني وسألني اذا بقدر روح معه نتسوق سوا، وانا قلت له ايه. قليلي انا كيف فيني اقول لا وارفض مثل هيك روح على السوق؟ اكيد عم تكذب. جيبي ما اتصل فيها ولا شي، أنا لازم أكشفها هلأ قدام أمها. خليني أتصل بجيبي وأسأله ليش رح يطلعك لبرا اليوم؟ كان لازم يتركك ترتاحي بالبيت. أهلين خالتي. مرحبا ابني جيبي، كيفك؟ منيح؟ منيح وإنتي كيفك؟ أنا سمعت إنك مشتاق لياسمين كتير، مو هيك ابني؟ ما فهمت عليكي خالتي. لوين أنتوا رايحين هلأ؟ اللي انت عزمتها لياسمين مو هي؟ اوه ايه صح خالتي، كنت رايح لحتى اتسوق وفكرت اخذ ياسمين معي، رح التقي فيها ومنقضي وقت سوا. خالتي شو صار؟ في عندك مشكلة يعني؟ لا لا ليش ليكون عندي مشكلة؟ فيكن تشوفوا بعضكن وبأي وقت،
أنا بس كان بدي اتصل فيك هلأ لحتى خبرك إنه ياسمين شوي وطالعة. خلصتي حكي مرت خالي؟ شو ماما؟ قليلي بنتي. بروح ما؟ ايه روحي وانتبهي على حالك ولا تطولي. اوكي باي مرت خالي. واو جيبي، انت عن جد بتاخد العقل. كان لازم تشوف كيف كان وش مرت خالي. شكراً كتير لأنك ساعدتني ولأنك اضطريت تكذب بسببي أنا. كيف كنتي متأكدة إنه هي رح تتصل؟ ليك يبي، أنت بتعرف؟ لأني أنا رح أتزوج، مرت خالي مفكرة أنه لازم ضل بالبيت كل الوقت. بس أكيد ما في حدا بيحب ينحبس بالبيت، حب أطلع وغير جو مثل هالعالم. وأصلاً بعد كم يوم أنا رح روح وأستقر معك بكندا. إيه فهمان عليكي. صحيح، أنت رح تصيري مرتي. لا تشكريني، أوكي؟ أنا كتير بحب إنك بتفهمني عطول بكل شي جيبي. أكيد رح أفهمك. يلا بصي بمشوارك. غليظ. المهم هلأ إنه خطتي نجحت. يس. بتمنى كمان فاتح يكون كذب على تيجو وقدر إنه يطلع. إيه نيشا رح نجي أكيد. فاتح جاي هلأ لياخدني. بشوفك باي. وين صار يا الله؟ وينك فاتح؟ تيجو أنا كتير آسف عن جد، بعتذر كتير، بعتذر. ولا يهمك عادي، أنت متأخر 5 دقايق بس، تعال بسرعة لأنه نيشا عم تستنانا. بصراحة تيجو أنا عن جد آسف لأنه ما رح أقدر إجي. بدي تعتذري لي من رفيقتك كتير، بالحقيقة جتني روحة على شانديغار ولازم روح. بس فاتح شانديغار فجأة؟ صح، لأنه عم حاول من زمان انه شوف الوزير كرمال الأكاديمية، وهلأ اتصلوا فيني من مكتبه. انتي بتعرفي كيف بيكونوا المسؤولين. انا عن جد آسف تيجو. مو مشكلة، انا فهمتك. انتي كتير لطيفة عن جد، دائما بتفهميني. حاسس بالذنب كتير هلأ لأني لغيت الخطة، عن جد انا بعتذر. مو مشكلة فاتح، اكيد بفهمك. واصلا الشغل بيجي اول شي، نتغدى بعدين صح؟ ايه ان شاء الله موفق بشغلك. شكرا تيجو. باي. يا الله ما كان بدي كذب على تيجو. شوفي شو صار، ليش وقفت السيارة؟ الظاهر تعطلت معنا. شو؟ لو سمحت عمو صلحها بسرعة. ليش هيك صار هلأ؟ مو وقتها أبداً. لازم شوف شو صار. لو سمحت قديش لسه بدك وقت؟ أنا لازم أطلع بسيارة تانية. معقول ليش تيجو هون؟ إذا شافتني هلأ رح تصرعني بالأسئلة تبعها. أنتي هون؟ ليش إجيتي؟ صاير معك شي يعني؟ يا رب ساعدني، شو بدي أعمل هلأ؟ شو؟ عفواً مدام، شالك على الآن. موسيقى
ياسو هي انتي؟ ليش هيك عم تتخبي؟ لا شوفي موبايلي، هو موبايلي كان واقع، أنا كنت عم جيبه بس. لوين رايحة هلأ وكيف أصبعتك؟ أصبعتي منيحة مثلي أنا كمان. أنت كيفك تيجو منيحة؟ أنا منيحة بس أنت لوين رايحة؟ أنا رايحة تيجو. أخي لوين رايح أنت؟ شانديغار. ياسو ليش رايحة لهني؟ ياسو ليش رايحة على شانديغار؟ لحتى اتسوق، لازم اتسوق كرمال عرسي تيجو. لحالك؟ لا مو لحالي، انا حكيتها لسويتي لتيجي معي تيجو، بس هي حاكتني وفقست باخر لحظه كالعاده. بس كان فيكي تاخدي ابيراج او نافراج معك. لا 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 تيجو، بتعرفي انت هلا في كتير تجهيزات للعرس بالبيت، الكل مشغول فيهم ومو فاضي. بعد شوي. ليش بكي تيجو؟ انا جايه معك يا سو. بس السياره منزوعه وعم تتصلح. لا تقلقي انت، روحي على البيت وانا رح اخذ عرباية منه. مدام مشي الحال السياره اشتغلت. طلعي السياره تصلحت. وليكي فاتح بشانديغار كمان، رح نروح على السوق ونلتقي فيه بس نخلص ومنرجع كلنا. نمشي؟ شكري ربك انك لقيتيني. شلون بدك تروحي وتتسوقي لحالك؟ كنتي رح تتشوشي، هاي بدي اياها وهي لا. مع أنه أنت يعني للصراحة حلوة كيف ما كنتي. ليش هي ما عم ترد على التليفون؟ معقول يكون صاير معها شي ماله منيح؟ كنتي طالعة بتجنني مبارح، أنا ما قدرت أخذ لك ولا صورة. سويتي بتكون صورتك. ها تيجو شوفي هي. رح جرب ابعت مسج. تيجو هو شو اللي صار؟ ولا شي بنوب، بس لازم ابعت صورة لسويتي، ما ذكرت الصبح ابعتها لهيك بدي ابعتها هلا. ابعتيها. تيجو مع ياسمين؟ شوي. بس مدام سيارتي مليانة. بس أنا مضطرة فوت على الحمام. معلم وقف هون من فضلك. يلا ثواني وجاي. أهلين. مرحبا، أنت وصلت؟ آسفة. سؤال كتير غبي اللي سألته، أكيد بتكون وصلت من زمان.
إن الرقم الذي تحاول الوصول إليه مين؟ عم يحاكي هلا؟ الرجاء الانتظار لانتهائها أو المحاولة لاحقا. طيب خلص اجتماعك بسرعة وبعد هيك فاتح. بعد هيك شو؟ مفاجأة بتشوفها بعد ما تخلص اجتماعك لأنه رح نلتقى. عن جد؟ شو هي؟ بعد ما سكرت مع نيشا وكنت رايحة على البيت التقيت بياسمين على الطريق. إن الرقم الذي تحاول الوصول إليه لديه مكالمة فوتي. يرجى أنت بس خلص اجتماعك بسرعة ورح نلتقى، أو برأيي أحسن إنه إذا بدك فينا نبعت ياسمين على البيت بتاكسي كرمال نقدر نقضي كل الطريق مع بعض وبعدين منتعشى ومنرجع على البيت. شو رأيك؟ لا تيجو، أنا قصدي إنه بدي أنهي الاجتماع وأرجع للأكاديمية ضروري، عندي كتير شغل هنيك. فلهيك تيجو عم تجيني مكالمة مهمة، بتصل فيكي بعدين ماشي؟ أوكي؟ قديش لسه بدك تكذب على تيجو يا فاتح؟ ايه ياسمين؟ فاتح لي ساعة عم اتصل فيك، ليش موبايلك مشغول؟ كانت معي تيجو على التليفون، طلبت مني نلتقى بعد الاجتماع ونقضي وقت أكثر بالشانديغار، بس أنا رفضت، قلت إنه عندي شوية شغل بالأكاديمية. يو فاتح لشو؟ شو كان في داعي تحكي كل هالشي؟ شو فيني أحكي غير هيك؟ على كل حال، أنتي روحي مع تيجو على المول وأنا رح أرجع. لا لا لا، لا فاتح، كيف فيك ترجع هلأ؟ انت بتعرف اني من الصبح ناوية التقى فيك، بدك تلتقى فيني وهذا كل شيء، دبر حالك مفهوم؟ لك ياسمين شبك، حاولي تفهمي علي شوي. لك تيجو، تيجو بتكون مرتي، يعني قدامها هذا الشيء غلط، انا ما فيني اعمل هيك ابدا، هذا غلط. فاتح رجاءا، انا حابه اشوفك بقى، انت بتعرف انه معدتي عم توجعني ودايخه بسبب الدواء تبعي، واصبعي عم يوجعني كتير كمان، ومع هيك اجيت لشوفك. بترجاك فاتح، رجاءً خليني شوفك بقى. ياسمين انت ليش ما عم تفهمي علي؟ هذا الشيء رح يكون مو ظابط قدام تيجو. ما رح يكون مو ظابط، بدي التقى فيك اليوم لو شو ما صار. اذا بتحبني فاتح معناها روح على المول لشوفك. ياسمين اسمعي. ياسمين بعرف انك رح تجي اكيد فاتح، نمشي. تيجو شو صاير؟ ليش هيك مبين وشك؟ قولي لي كل شي منيح؟ ما عندي فكرة ليش فاتح عم يتصرف بغرابة، حكاني ولغى خطة الغدا، بعدين وقت اتصلت فيه وطلبت منه انه نلتقي هو قطع الاتصال. ما بعرف ليش ما بده نلتقي، أنا بس جاي عبالي أقضي شوية وقت معه مو أكتر. لا تقلقي من هالقصص، متأكدة إنه فاتح رح يجي ويلتقى فيكي. شبك؟ أنا مو قلت لك رح يجي؟ يلا بتسمي هلأ. تفضل استاذ، مثل ما طلبت حضرتك بالضبط. عشو عم تطلعي؟ امشي يلا. ايه هذا المول كتير حلو. ايه فاتح؟
هدول إلي؟ إيه أكيد إليك. حلوين الوردات ياسمين؟ كتير. شكراً. حبيتيهم؟ كتير. بس عأساس انت ما رح تجي. ايه صح، هو انا من شانك غيرت رأيي بالاخير. وكيف عرفت طيب انه انا هون؟ اختك ياسمين. ياسمين؟ ايه هي بالحقيقة هي اللي لازم تتشكريها. هي بعتتني رسالة وقالت لي انك تضايقتي لهيك جبت لك هدول. شكراً ياسو. مو مشكلة. وشكراً لك إنك إجيت. تعرفوا شغلة؟ ما كنت عارفانة إنه أختي الصغيرة كبرت هيك. إيه؟ قصدك تقولي عقلانة؟ إيه والله. طيب أول شي خلونا ناكل ومنتسوق بعدين، بما إنك لغيت غدانا مع نيشا، خلونا ناكل شي. أنا رح موت من الجوع. تفضلي. أنا إجيت. كروت العرس صاروا هون، اختاروا يلي بدكن إياه. وعلى فكرة كلياتهم حلوين. أبي راج، فيك تنقي الكرت يلي بدك إياه، بس خليه يجهز بسرعة، وقت كتير قليل بقيان لعرس ياسو. صح. إيه روبي، رح نعطي أول دعوة لبيت أحماها لتجو. مو الأول، الثاني. أول كرت دائماً بنحط بالمعبد قدام الله. أنا بتوقع أنه بيت أحماها لتجو متضايقين منا. وإذا متضايقين محبوبة شو يعني؟ نحن منقنعون. روبي، ليش ما منعزم فاتح وتيجو اليوم على الأكل؟ نتناقش عن تجهيزات العرس وعن قصة الكروت كمان. عن جد معك حق حماتي. على كل حال فاتح صهرنا الأكبر، ونحن ما لازم نعمل شي من دون ما ناخد رأيه. ساتي أختي، بس بيضل الموضوع محرج. ياسمين كانت رح تتزوج فاتح من زمان، شلون بده يساعد بتجهيزات عرسها؟ تفضلي مدام تيجو، ميلك شيك فريز، والفريز تبعك مع كريمة زيادة كمان. لساتك متزكي؟ لا، أنا كان قصدي إنه ثلاثتنا التقينا بعد مدة طويلة، صح فاتح؟ بعرف إنه هالشي صعب عليكم اتنيناتكم. لا تيجوا، القصة مو هيك أبداً. بكل الأحوال هلأ صار مارق وقت طويل، يعني نحنا اتنيناتنا مشينا بحياتنا وتغيرنا. انتي لا تقلقي، بس ارتاحي. ايه ايه أكيد، لو ما كنتي هون كنا نحنا الاتنين رح نكون محرجين من بعض. عن جد مبسوطة إنه اتنيناتكن التفتوا لحياتكم. وأنا كمان حاسس إنه فاتح وياسمين التفتوا لحياتهم الخاصة. بتمنى الله يوفقهم. حاسس إنه فاتح مبسوط مع تيجو، وما عندي إحساس إنه فاتح رح يكون عنده أي مشكلة يساعد بالعرس. أنا ما بعرف روبي، بس بصراحة ما بقدر أضمن لك شو رح يصير. شو ما كان الموضوع يا سوروب، بس فاتح هو صهرنا، ما فينا نبعده عن كل هالتفاصيل هاي. ايه مرت اخي، انت ليش عم تفكري بهالطريقة؟ اخر قرار، تيجو فاتح هون بكرة عنا على الغداء، اوكي؟ الله يمرق هالعرس على خير. بصراحة ولا مرة تخيلت انه زوجي واختي كمان رح يقعدوا هون مع بعض بهالسرعة.
انتو أكتر شخصين بتعنولي. شو شكلكم رح تقضوها هون قاعدين وعم تحكوا ولا رح تروحوا تتسوقوا شو؟ انت مو جاي؟ لا يعني شو بدي اعمل معكم يا بنات؟ لازم اعمل شوية مكالمات مهمة، روحوا انتوا يلا. اوكي امشي يا سو، رح ناخد هدول، بتصل فيك. شوفي هاد، ما بدي تيجوا. برأيي إنه الدوري إلك أول ونقي شي كتير مميز، اختاري شي لإلك أنا رح أرجع. لوين رايحة؟ هو تيجو، أنا شفت فستان حلو بالمحل يلي قبله، رح أروح وجربه ثواني. طيب رح أجي معك يا سو. لك لا لا، أنت لا ضيعي وقتك، أنت جربي كذا فستان وأنا رح أرجع. أوكي باي. ياسمين شبك، شو عم تعملي انت بمكان عام؟ تيجو بتشوفك. طيب معناها تعال يلا امشي. يا سو شو عم تعملي؟ يا سو لك شو عم تعملي؟ ما بصير هيك، تيجو قريبه. انت متوتر مو؟ ايه اكيد انا متوتر، تيجو قريبه. لك شغله، وقت تتوتر هيك انت فاتح تطلع حلو كتير. يا سو فاتح، انت ما عندك فكره بنوب قديش انا اشتقت لك، انا بس كان بدي اقضي شويه وقت معك مو اكثر، مشتاقة لأوقاتنا يلي كنا نقضيها أنا وياك. فاتح جاوبني على هالسؤال، أنت لساتك مفكر إنه عم نعمل شي غلط؟ يا سو أكيد نحن عم نغلط. تيجو هي مرتي وليك هنيك هلا. أنت ليش قلقان هالقد على تيجو؟ شو ما شفتها يعني؟ هي متأكدة إنه نحن مشينا بحياتنا وخلص. إيه بس أنا وياك بنعرف إنه هذا الشي ماله صح. بس تيجو ما بتعرف بهالشي، تركها تضيع بأفكارها لوحدها. لو سمحتي تفضلي ضبي لي هالفستان من فضلك. تكرمي. شكراً لك. أهلا وسهلا. ياسمين الحقيقة ما رح تتغير إذا تجاهلناها، عيلتك عم تعمل تجهيزات عرسك وخلص. فاتح رجاءً نتناقش بهذا الموضوع بعدين. إيه؟ وأخيراً حصلنا على هي الفرصة، رجاءً لا ضيع بحكيك مصر. أنا عم حس بسلام كبير بحضنك فاتح. تيجو. ايه تيجو. مرحبا يا سو، وينك؟ ليكني جايه بعد دقيقتين. ناطرتك. هاي تيجو. يا سو يلا روحي تيجو جوا، يلا روحي. طيب باي. اسمعني فاتح، ليك لاقيني بقسم الرجال. باي. ليكني. رجعتي؟ ورجيني الفستان اللي اشتريتي. يا اختي جو، كنت مفكرته كتير حلو بصراحة، لحد ما قسته طلع مو حلو ابدا. وانتي شو جبتي قليلي؟ لا مو كتير، بس شي فستانين. طيب ماشي، انتي كفي غراضك لحالك هون وانا رايحة اشتري شي لجبي، صار لي زمان كتير ما هديته ولا شغلة. ايه يلا، وانا رايحة على الحمام. طيب باي. باي. وين هي ياسمين؟ تصرفاتها لمولدني رح تفضحنا شي يوم. لك ياسمين قولي لي شو عم تعملي؟ شو؟ كنت عم تدور علي؟ ياسمين يلي عم نعمله ماله صح ابدا. فاتح نحن ما عم نعمل شي غلط، وكمان تيجو بالحمام. ايه ممكن ترجع باي ثانية. ايه ممكن، تعال معي. شو ناوية انت؟ في كاميرات وين ما كان. خلص مجنون، ما في كاميرات بغرفة القياس. تعال يا سو. تعال فاتح. ياسمين شو؟ شبك انت شو عم تعملي يا سو؟
ما عم صدق إنه عم نلتقى بالسر هيك. منتخبى لحتى نقدر نحب بعض. قديش هالشي حلو؟ مثل كأنه موعد سري. وينها ياسمين؟ هذا الشي ما رح يستمر لفترة طويلة. أنت رح تتزوجي وبعدها هي هي الحقيقة ياسمين. مثل ما أنا لغيت خطبتي رح ألغي عرسي كمان. شوفي أصحك ياسمين، ما بدي تعملي بحالك أي شي ممكن يأذيكي، ماشي؟ وعديني هلأ. أنت عن جد مهتم هالقد؟ فكرة إنه أعمل شي بحالي بتخوفك كتير، كلامي صح مو؟ فاتح أنا بوعدك ما رح أعمل شي من هالنوع. أنا ما بعرف شو بده يصير بكرة، بس بعرف إنه ما بدي أخسرك مرة تانية. لوين راحت هاي البنت؟ لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.